انت رايح فين يا سيد بيه؟ تعالى بس. حماده فين يالا؟ وربنا لسه ما جاش يا باشا. اساعد حضرتك في حاجه يا فندم؟ يا سياده المقدم، يا سياده المقدم اجيب لكم ساعه يا باشا. يا سياده المقدم، اللي انت بتعمله ده مش قانوني. مش قانوني ايه بس يا مجدي؟ ده مخور. ايوه بس اللي انت بتعمله ده ملوش لزوم. احنا جايين لفيلا ابو سامر مش لمكتب حماده غزلان. ما انا قلت لك مكتب حماده غزلان بينفذ على فيلا ابو سامر. انا هفضل اقول لك الكلام ده لغايه امتى؟ هو ده بيفتح ازاي؟ لا اهلا ولا سهلا. تعمل ايه يا باشوات؟ تعمل هنا يا سيد بيه. تاخرت يا حماده يا غزلان. كده تسيب الحكومه تستناك؟ ما جاوبتنيش. بتفتش في مكتبي بانهي عماره؟ معايا اذن تفتيش. بعدين انا مش صاحب بيت ولا ايه؟ لا يا باشا، صاحب بيت ولا صاحب عماره. شوف اذن التفتيش لو سمحت. وماله؟ اديله اذن التفتيش يا مجدي بيه. ايه يا باشا، انتوا فاكريني مختوم على قفايا ولا بصماجي؟ ده اذن تفتيش فيلا ابو سامر مش الشركه هنا. اللي بتعمله سعادتك ده غير قانوني. ليكن. لا يا باشا، ما يكونش معايا الكلام ده. لا مؤاخذه وجودك هنا غير مرغوب فيه ومن غير مطرود، ومالكش حق تخش الشركه دي من اصله. انا ادخل المكان من اللي انا عايزه وقت ما انا عايز. ان شاء الله اوضه نوم. لو دخلتها من غير اذن هلبسك حله واقول حرامي، وساعتها خلي الخدامه بتاعتي هي اللي تحبسك. قول انا الكلام ده. لا لا اهدى اهدى يا سيد بيه، الموضوع ما يستاهلش كل ده. فهمه يا باشا، اللي بيعمله ده غلط. انت هتسوق فيها؟ احنا مش بعتنا لك قبل كده وانت ما جيتش؟ تحب نيجي نجيبك من قفاك؟ بلا قفايا بلا وش، بعت لي وجيت. بس انا مؤاخذه بقى، لقيتكم بتلعبوا في اللي مالكوش فيه. حماده بيه، بقيت مدخلها شرفت بره. النيابه والادله الجنائيه جم. يلا سيد بيه يلا. يلا يا حماد. ما عاوز يا باشا، اقفل شركتي الاول. وماله؟ اقفل يا اطمن. اليوم طويل.